العالم كله مشغول اليومين دول بحكاية الكائنات الفضائية، واحنا في عالم مشغول بنظرية مجلس إدارة العالم وخطط الماسونية العالمية وتشكيل العالم على نار هادية. بقينا مرعوبين من المستقبل وأي حاجة بتتقال حتى عن الكوارث الطبيعية وإنها مدبرة ومتخططة في عالم ما يعرفش الصدف. يعني مرة واحدة كده الكونجرس الأمريكي بيعمل استجوابات حوالين إخفاء معلومات عن وجود كائنات فضائية وخطط أمريكا واستغلال بقايا السفن والكائنات والأجسام الفضائية وتحويلها لأسلحة، وإن في برنامج سري للمخابرات. فجأة لقينا الكائنات الفضائية اللي كنا بنتكلم عنها واقع بنشوفه في صورة جثث جوه البرلمان المكسيكي، لما صحفي مهووس بالبحث في شؤون المخلوقات الفضائية عرض قدام الكونغرس المكسيكي جثتين لكائنات فضائية متحجرة، قال إنه لقاهم في مدينة جوه دولة بيرو عمرهم تقريبا 1000 سنة. العالم كله مهووس بحكاية الكائنات الفضائية من الأربعينات والخمسينات من القرن اللي فات، واللي من وقتها بقينا نسمع عن أطباق طائرة كائنات فضائية. وطبعا هوليوود خدت كل الكلام ده وحولته لدراما وأفلام وخيال سيطر علينا كلنا، مش عارفين هو ده خيال بقى ولا ده حقيقة ولا هيعيشونا الخيال في مش عارف. طبعا الحكاية كانت ممكن تمر مرور الكرام في زمن تاني ما فيهوش مصطلحات عن المؤامرات والماسونية وخطط إدارة الكون وحروب الفضاء، كانت ممكن تمر في زمن ما فيهوش نبوءات سياسية عن حكم العالم بالرعب الفضائي ورجوع الماسونية للسيطرة على الحضارات القديمة. أخبار كانت ممكن تعدي في وقت ما فيهوش أخبار التغير المناخي اللي بقى ترند والكلام عن حرائق الغابات المدبرة والضوء الأزرق اللي بيظهر في السماء قبل الزلازل الكبيرة. عشان كده أنا حقيقي مش بؤمن قوي بالصدف في تاريخ البشرية، بحاول كل حاجة يكون ليها تفسير للي عنده تفسير بقى.